مين أصعب، الفخار ولا العرايس؟ السؤال ده بيتسأل لي كتير قوي. لا العرايس. 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 العرايس بتاخد مجهود في التصنيع، تفاصيل كتير قوي. انت اصلا عشان تطلعي روح في العروسه دي لازم تشتغلي في مود معين، لو اشتغلتي في مود مش قد كده الحاجه مش هتطلع. ازاي؟ مش فاهمه. يعني انا لو بدات من الاول وانا ماسكه السفنج اللي هو حته مربعه كده ما فيهاش اي ملامح، وانا مش عارفه انا هنحت فين وهعمل ايه، التفاصيل ايدي مش ماشيه من الاخر، الحاجه هتبوظ. هتبوظ، ولو انا حاولت بقى ألصمها هتطلع وحشه جدا. لكن الفخار انت ليه ستيبس محدده، انا هنا هعمل طينه، انا هنا هسيبها تنشف، هدخلها كذا، هطلعها هعمل كذا، حاجه معروف انت هتعملي ايه فين. لكن انت هنا انت محتاره تبداي تنحتي، ترسمي الكاركتر كله، طب مش عارفه ايه، فهي اللي بتاخد مجهود ذهني اكتر. وطبعا لو هي كبيره زي كولومبا بتاخد مجهود عضلي فائق. بس انت قلتي برضو ان ده مش مضمون وبيتكسر، فده برضو صعب. وصعب ان انا ببقى يا ترى الحته دي حلوه، يا ترى دي هتطلع سليمه من الفرن ولا مش هتطلع. يعني انا اول حاجه انا دخلت فرن كامل قبل كده كله اتكسر، اوف، كله اتشق، كله. انا اليوم ده انا مش هنساه، انا قلت اليوم ده خلاص انا مش هكمل. قعدت شهور كنت داخله اول معرض ليا وحاجه طلعت من الفرن كلها فيها تشققات. يعني انت ده حاجه المعرض هي اللي باظت؟ معظمها. قلت بس انا كده شكرا، انا مش هدخل معرض، انا مش هكمل في الموضوع ده. كنت قعدت شهور بتعلم وشهور بجرب، فكنت متحمسه قوي قوي قوي. واول ما ده حصل كلمت بابا قلت لهم يا جماعه انا مش هروح المعرض، هحاول اخد فلوسي بقى ولا مش هاخد فلوسي، انا هروح البيت وخلاص كده. فمن هنا لهنا لا، طب في حاجات ممكن تتعدي، في حاجات ممكن نصلحها، بس في حاجات كتير مش الشغل باظت. من هنا بقى بدات اتعلم، انا بقى بدات بقى انا اتعلم، انا فضلت الحق نفسي ازاي، ان كل حاجه بتاخد وقتها، ما استعجلش على ان الحاجه تنشف، ما استعجلش عن الحاجه تاخد وقتها في الرش في اللون، كل حاجه تاخد وقتها، كل حاجه براحه. وفي حاجات برضه باظت مني بس مش زي اول صدمه، يعني في حاجات باظت في النص بس خلاص انا بقيت بتقبل اكتر الحاجات اللي بتبوظ عادي. بالظبط، بتتقبلي هي والموضوع واحده واحده. لسه دلوقتي في حاجه بتبوظ مني وتكنيكس انا بتعلمها جديده مع نفسي، فهي رحله. يعني هي انا كنت فاكره ان انا من اول ما خلصت انا اتعلمت كل حاجه، الحاجه تطلع مظبوطه، لا مش شرط. انت بتلوني الاول بعدين بتدخلي فرن؟ انا الاول حاجه بتتحرق فخار، الطينه بتتحرق تبقى فخار زي القلل اللي هي الفخار، تبقى لونها لون الطينه فاتح، وبعد كده بتاخد لون، وبعد كده بتخش الفرن تاني عشان اللون ده يخش جوه مسام الفخار فيقفلها، فتقدري انك تاكلي وتشربي فيها، عشان لو ما عملتش كده الحاجه هتتسرب. دي بتتغسل عادي ويتشرب فيها عادي؟ بيتشرب فيها سخن عادي. طيب عايزه اسالك، يعني انت بتقعدي بالريشه ترسمي كل الالوان دي وبعدين تدخليها الفرن، يا صابت يا خابت؟ لا دلوقتي ما بقتش كده بقى، دلوقتي بقيت عارفه اتفادى ازاي معظم الحاجات اللي ممكن تبوظ الشغل. يعني دلوقتي بقى معظم الشغل بيطلع سليم، في جزء اللي هو ايه يعني حاطه نسبه كده الحاجات اللي ممكن تتكسر في كل ايتم مثلا، فلا الموضوع ما بقاش زي الاول. يعني طب هسالك سؤال رخم قوي، قولي لي، لو قالوا لك يعني انت في موقف دلوقتي خيروكي هتشتغلي شغلانه واحده منهم بس والثانيه تختفي من حياتك، عرايس ولا فخار؟ عرايس. عرايس ليه؟ ليه دي الأصعب؟ بس هي الأحلى. هي وقعها على الناس مختلف، فيها باشن أكتر بالنسبة لي، وعشان كده أبلة فاهيتا ناجحة. عشان هي وقعها على الناس. انت قبل فيتا دي مش عروسه، انت بالنسبه لك عروسه مش عروسه، بالنسبه لك دي بني ادمه. ايوه بني ادمه طبعا، بحبها وعايزه اسمع نصايحها وعايزه اتكلم معاها، عايزه تتفرجي عليها. يعني احنا كنا بنتفرج على البرنامج عشانها مش عشان الضيف اللي معاها، كنا بنتفرج عليها هي. فلا طبعا العرايس عالم تاني، يعني حاجه تانيه خالص بالنسبه لي.